طبعاً اليوم أنا زرت كونان، صراحة مكان مرة يجنن، بالذات قسم الساموراي، يعني فيه الغاز وما يبغى له إلا الشخص الذكي اللي جاهز فيكم يحس نفسه ذكي وعبقري يجي كونان. حقيقي صراحة ما توقعت التجربة تكون جميلة كده، وبالنسبة لي أفضل منطقة اليوم جربتها البوليستيشن، حرفياً يعني كل حاجة فيها من مكان مرتب، من الغاز، هتحس نفسك من جد يعني دخلت فعالية. حقيقي والله مرة انبسطت في اللعبة، كانت الغاز صعبة ومراحل تجربة جداً جميلة استمتعنا فيها، وانصحكم تجربوها. وانبسطنا واستمتعنا وقضينا وقت جداً حلو في كونان، وانصحكم في الإجازة كونان.